بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. في هذا الدرس نتناول شابتر 5، آخر شابتر، بيتكلم عن correlation and regression، الارتباط والانحدار. لما نقصد الكورليشن اللي هو الارتباط، بيكون هو درجة معينة أو تعبير عددي اللي هو بنسميه person correlation coefficient، معامل ارتباط person، وده بيدل على الارتباط، واقع الارتباط بين ظاهرتين X و Y. إن كان هذا الارتباط طردي فبيكون المعامل موجب، ممكن يكون طردي قوي، طردي متوسط، طردي ضعيف، وممكن يكون عكسي، يعني كلما زادت الظاهرة الأولى تقل الظاهرة الثانية. فهنا الكورليشن هو method used to determine if the relationship between variables exists، هل في علاقة بين، طبعا لو ما فيش علاقة تبقى zero، اللي هو correlation coefficient بيكون zero. هنا بعض الأمثلة للارتباط بين ظاهرتين. الظاهرة الأولى مثلا بيقول لي انه هل في علاقة بين الدرجات الهاي سكول اللي هي درجات المدرسة الثانوي ودرجات الجي بي اي اللي هي بتاعت الكلية، هل كلما زادت هذه الدرجات تزيد هذه الدرجات؟ اعتقد نعم، فهنا تبقى ارتباط طردي، بيكون قيمته دايما اقصى قيمة له 1 صحيح، واقل قيمة له سالب 1. بين الواحد وبين السالب 1 ممكن بقى نقول له الارتباط 0.5 0.7 0.8 -0.4 وهكذا. طيب ازاي بنحسب الكورليشن كوفيشنت اللي هو البيرسون correlation coefficient؟ هنشوف حالا المعادلة بتاعة حساب البيرسون correlation coefficient. له طريقتين الحقيقة الحساب، لازم تكون عارف الطريقتين. طيب ده بالنسبة للcorrelation. هنا بيتكلم على dependent variable والindependent variable اللي هو المتغير المستقل والمتغير التابع اللي هو x و y غالبا. البيرسون كورليشن كوفيشنت هو اللي هنستخدمه فقط، لان في اكتر من معامل ارتباط اخر غير البيرسون، بس هو البيرسون هو اللي مطالبين فيه. الريجريشن هو طريقه معينه او الانحدار، بنعمل عمليه استيميت من متغير لمتغير اخر، يعني بعمليه تنبؤ او تقدير لمتغير عن طريق متغير اخر زي ما هنشوف حالا في الامثله. السكاتر بلوت هو عبارة عن الرسم الخاص بالكورليشن والريجريشن، ان برسم المتغير X والمتغير Y في مكان واحد، ودي حكاية بسيطة جدا ومطلوبة الحقيقة مننا دايما. هنشوف كمان نموذج في الاختبار في آخر المحاضرة. coefficient of determination اللي هو يعتبر ده مربع لمين؟ للبيرسون correlation coefficient، هو عبارة عن الـ percent of variable of variation اللي هو نسبة الاختلاف. That can be explained by the regression equation. طبعا بجيب دي من خلال الـ person اللي هو بنسميه R square. هنشوف برضو حالا القوانين. هي القوانين ضخمة شوية لكن لازم نتعود عليها ونشوف. هنا اللي بيوضح لي بمثال linear correlation coefficient، هنا طبعا ده بيسموه ارتباط تام، تام يعني كلهم في خط واحد، ده طبعا ده طردي، لكن ده عكسي، ده عكسي تام، فده بيكون R بيساوي 1، maximum position correlation، ده بيسميه complete correlation. هنا طردي صحيح ولكن ما هوش complete، ممكن يكون مثلا 0.8. هنا منعكشين يعني مش ماشيين على خط واحد، فنسميهم zero correlation يعني لا يوجد ارتباط. طبعا ده اللي هو البوزيتيف، البوزيتيف والزيرو، وهنا مين؟ النيجاتيف او العكسي، دول نيجاتيف الاثنين دول، لكن ده برضو بوزيتيف، ده 8/10 وده 8/10 برضو تقريبا، يعني هو طبعا بيتحسب. هنا -0.45 ده عكسي متوسط، ده عكسي تام، ده كومبليت نيجاتيف كورليشن اللي هو -1، زي ما قلت لك بيتراوح بين الواحد وبين السالب واحد. فهنا بيقول لي اذا كان الار بين 0 وبين 3/10 يبقى ده ويك. طيب بين 3/10 و 5/10 يبقى ايه؟ يعني ويك او افريج. طيب هنا مودريتلي يعني متوسط، بين 5/10 وبين 7/10. بين 7/10 و 8/10 او 6/8 يبقى اسمه سترونج. طيب 86 عفوا لغايه 1
ده very strong. هو المفروض واحد بيبقى اسمه complete، واحد اسمه ايه complete، بس انا بقول لك اقل من الواحد يعني. طبعا الكلام ده في البوزيتيف والنيجاتيف، لانه النيجاتيف هنا هو واخد ار ابسوليوت، يعني القيم دي لو سالبه يتقال عليهم نفس الوصف، يعني very weak او weak او moderately او strong او very strong او complete لو كانوا بالماينس نفس الارقام. تعال بقى نشوف القانون اللي بيحسب البيرسون كوريليشن كوفيشنت. في قانونين الحقيقه، القانون الاول هو ده والقانون الثاني هو ده، ممكن تحفظهم بسهوله. يعني هنا بيقول لي ار اللي هو البيرسون كوفيشنت بيساوي سيجما اكس اي ناقص اكس بار في واي اي ناقص واي بار على سيجما اكس اي ناقص اكس بار لكل تربيع اللي هي دي، في سيجما واي اي ناقص واي بار لكل تربيع، ودول تحت الجذر هما الاثنين. ده القانون اللي هو بيعمل زي انحرافات، وطبعا نفس الناتج اللي هنا هو نفس الناتج اللي هنا. طب ايه اللي يخليك احيانا مضطر تستخدم ده واحيانا مضطر تستخدم ده؟ طبعا في بعض المسائل احيانا يدي لك سيجما اكس اي ناقص اكس بار لكل تربيع بكذا مره واحده، يعني غير ما انت تحسبها. طب اذا ما ادهالناش لازم اعمل جدول، ولو عملت جدول يبقى ده اسهل ليا، اللي هو ان سيجما اكس واي ناقص سيجما اكس سيجما واي على ان سيجما اكس تربيع ناقص سيجما اكس كل تربيع تحت الجذر، وان سيجما واي تربيع ناقص سيجما واي كل تربيع تحت الجذر. القانون ده اسهل الحقيقه في لو انا هعمل له جدول بيكون ده اسهل في الحساب، ان بعمل جدول بيكون الجدول عليه مثلا زي كده، بحط الاول اكس وبعدين بحط مثلا الواي اللي هو المتغير الاول والمتغير الثاني، وبعدين بجيب اكس تربيع وبجيب واي تربيع وبجيب اكس واي، ده كل الحكايه. يعني ده يكون عمود وده يكون عمود برضه وده يكون عمود، سهل ان احسب كده. في الاخر خالص تحت بحط السيجما، يبقى ده اللي تحت الاكس ده هو سيجما اكس، واللي تحت الواي هو سيجما واي، واللي تحت الاكس تربيع هو سيجما اكس تربيع، واللي تحت الواي تربيع هو سيجما واي تربيع، واللي تحت الاكس واي هو سيجما اكس واي، واحط العوض الارقام دي هنا في المعادله دي واطلع الناتج. اما هنا فمحتاج اكون عندي اكس بار واجيب اكس اي ناقص اكس بار عمود، يعني بعد الاكس والواي احط اكس ناقص اكس بار وواي ناقص واي بار، وبعدين اربع الاول واربع الثاني واجيب احط اعوض في هذا القانون. فاذا انا بعمل جدول ده هيكون اسهل لي، اذا مديني قيم هيكون ده اسهل لي. بعد كده هنشوف مثال على هذا الكلام. ايه رايكم نشوف مثال الاول على القانون ده؟ تعالوا نشوف المثال اللي موجود في الاختبار السابق اللي هو معانا ده. بيقول لي the following data represent a sample of math and state marks، درجات الرياضيات ودرجات الاحصاء of 12 students in first midterm exam. طبعا محدش بياخد رياضيات واحصاء مع بعض، لكن يعني قول دي درجات الرياضيات ودرجات الاحصاء، هل هناك ارتباط بينهم؟ في الحقيقه هنلاقي ارتباط دايما بين درجات المواد العلميه، يعني كل ما كانت درجه الماده العلميه عاليه كل ما كانت درجه الماده العلميه الثانيه عاليه برضه، وكل ما كانت صغيره الثانيه تكون صغيره. تعال نشوف ازاي نعمل ارتباط على هذا الكلام. اول حاجه طالب مني represent this sample of data on the scatter plot، يديني رسمه بيقول لي scatter plot. scatter plot انا عندي x وy، فانا هاخد x وy، هاخد x وy هنا 22 وكام؟ 24. 22 و24 هاجي على المكان اللي فيه 22 و24 مثلا زي كده، 22 اهو و24 فوق خالص، يبقى ادي اول نقطة. ممكن تعملها كده x او تعملها نقطة اي حاجة. 17 هنا و16 في الواي، فيكون هنا مثلا كده اهي، وهكذا تحط النقاط. هتلاقي النقاط تقريبا متجمعه على خط واحد. طبعا وضع النقاط سهل، انا مش عايز اضيع فيه وقت، يعني وضع النقاط بسيط. لكن تعال نشوف الحساب بتاعنا هيحسب ازاي. بيقول لي انت حط نقاط بس في الرسم، يعني بيقول لي انا عاوز منك تشوف لي تجيب لي الكالكوليت ذا كوفيشنت اوف كوريليشن ار اللي هو بيرسون. يعني لاحظ هنا مديك ايه، خد بالك مديك سيجما اكس وسيجما اكس سيجما واي
ومديك سيجما اكس تربيع وسيجما واي تربيع وسيجما اكس واي وسيجما اكس ناقص اكس بار تربيع وسيجما واي ناقص واي بار تربيع وسيجما اكس ناقص اكس بار واي ناقص واي بار. خلي بالك دولي يعتبروا تبع القانون اللي احنا قلنا عليه الاولاني اللي هو ده، استخدم هذا القانون مباشرة. طب امال ايه لازمة المجموعة الباقية اللي هم فيهم سيجما اكس سيجما واي؟ اكيد هيطلبهم بعد كده، اكيد هيطلبهم بعد كده. طيب calculate the coefficient of correlation r، هنقول له طيب القانون بيقول ايه؟ القانون بيقول ان الار بيساوي، اكتب له القانون، بيساوي سيجما عفوا ار بيساوي سيجما اكس اي ناقص اكس بار في واي اي ناقص واي بار واي بار. تمام. على الجذر التربيعي سيجما اكس اي ناقص اكس بار، هي نفس اللي فوق دي بس الكل تربيع، طبعا لاحظ انها موجوده هنا اهي اهي دي، في الجذر التربيعي الثاني اللي هو مين؟ سيجما واي اي ناقص واي بار الكل تربيع. سهل الحفظ القانون ما فيش مشكله، اللي فوق ده بينزل هنا وده بينزل هنا، بيساوي طبعا دول كلهم قيمه واحده اللي هم مين؟ دي 324 على اكس اي ناقص اكس بار 342 ضرب مين؟ واي اي ناقص واي بار اللي هو 339. طبعا هنا في جذر تربيعي وهنا في جذر تربيعي، ممكن تخليهم هما الاثنين جذر واحد لان الجذر بيوزع على عمليه الضرب. هتحسب ده بالحاسبه هتلاقيه كام؟ 95%. وده يدل طبعا هو موجب، يدل على ان هو دايركت طردي يعني. هذا الارتباط بيسألني بعد كده بيقول لي is this a relationship between x and y linear positive or negative strong or weak. طبعا هنا ايوه هنقول له انه linear خطي و positive و strong، ممكن تقول كمان ان هو very strong، ممكن تقول very strong. ليه؟ لانه احنا الحقيقة لما شفنا في القانون هنا الـ very strong فوق الـ 86%، فوق الـ 86%. بكده يكون حلينا هذا السؤال. نشوف بعد كده هيطلب مني خلاص عليه جاوبنا السؤال دوت. Determine the equation of linear regression for the given sample and draw it on the scatter plot، يعني اعمل لي معادلة خط الانحدار linear regression للgiven sample اللي فوق اللي هي x و y اللي هي الستات and math degree، وعاوز رسمتها على الscatter plot نفسه. طيب يبقى لازم ندخل على القسم الثاني اللي هو linear regression، طبعا ده خلاص فهمناه. بعد كده بيقول لي سيمبل لينير ريجريشن. ايه السيمبل لينير ريجريشن؟ هي معادله خط الانحدار البسيط. طبعا في اكتر من نوع من الانحدار لكن ده الانحدار الخطي البسيط يعني. واي استيميت بيساوي اي زائد بي في اكس، حيث ان البي بتجيب البي الاول، البي بتساوي كام؟ سيجما اكس اي ناقص اكس بار زائد واي اي ناقص واي بار ضرب واي اي ناقص واي بار على سيجما اكس اي ناقص اكس بار الكل تربيع. لاحظ ده يعتبر كانه هو القانون، كان اللي فوق زي ما هو اللي تحت كان تحته جذر، بس هنشيل الجذر من عليه وما ناخدش الثاني، يعني كده ده البي. في طريقه ثانيه للبي بالقانون الثاني اللي هو ان سيجما اكس واي ناقص سيجما اكس سيجما واي على ان سيجما اكس تربيع ناقص سيجما اكس الكل تربيع. ده ماشي وده ماشي. بس طالما في المثال اللي عندنا مديني المعلومات دي يبقى نشتغل بالقانون ده. اما الاي فبيساوي واي بار ناقص بي اكس بار،
واي بار هحسبه واكس بار هحسبه واجيب الاي. بعد ما اجيب الاي والبي احط الاي مكانه والبي مكانه وتبقى دي معادله خط الانحدار. هنحسبها حالا دلوقتي للمثال اللي معانا ونرجع للكوفيشنت اوف ديترمينيشن اللي هو الار سكوير اللي هو مربع الار اللي فات. نشوف هنا هنقول له انا معادلة خط الانحدار طالبها، هنقول له معادلة خط الانحدار انه y estimate يساوي a زائد b x. طبعا استميت العلامة محطوطة لانه ايه ان كل دي قيم مقدرة تقديرية. هنقول له اولا نحسب البي، البي بتساوي ايه؟ بتساوي القانون بقى اللي فات نكتبه ان سيجما اللي هو سيجما اكس اي ناقص اكس بار في واي اي ناقص واي بار اللي هو 324. طبعا يفضل تكتب القانون الاول بس عشان ما نعطلش يعني ما نضيعش الوقت في كتابة القانون، انت تكتبه في الاختبار ده اكيد يعني، على اللي هو سيجما اكس اي ناقص اكس بار الكل تربيع تحت الجذر، بس هنا مش هنحط الجذر هنحط 324 بس 342. هتلاقي الناتج بتاع الاي بيساوي ان الناتج بتاع البي بيساوي كام؟ 95 من 100. طيب والاي بيساوي ايه؟ الاي بيساوي واي بار ناقص بي اكس بار. طب الواي بار ده بكام؟ نقول الواي بار عبارة عن سيجما واي على ان ناقص البي اللي هي البي اللي عندنا 95% دي في سيجما اكس على ان، فيساوي سيجما واي موجود في السؤال عندنا سيجما واي على ان وسيجما اكس على ان، اتعوض بيهم هتلاقي بيساوي البي الاي هيساوي 2.35. نحسبها بالحاسبة نتأكد من الأرقام بس هنا اللي هي الأرقام اللي عندي في الاختبار نفس ورقة الاختبار دي، الأرقام موجودة هنا سيجما اكس 204 وسيجما واي 222. طبعا الان هو مش مديهالي بس اجيبها منين؟ هنا اكس يساوي 1 الى 12 يبقى الان ب 12 يبقى 204 على 12 و 222 على 12. يبقى هنا نقول له 204 على 12 و 222 على 12 يحسب الحسبة تطلع لي بهذا الشكل. ايوه تمام كده مظبوط. طيب بعد ما جبت ال A وال B وال A اعوض في معادلة انحدار، اقول له معادلة خط الانحدار بقى بتاعتنا هي عبارة عن انه ال Y مقدرة ال Y estimate يساوي ال A اللي هو 2.35 زائد البي اللي هي فاصلة 95 مضروبة في الاكس. تمام. طيب بعد كده ايه المطلوب؟ عاوز يرسم هذه المعادلة. طب يرسم المعادلة دي ازاي؟ نقول له هنرسمها طبعا في السكاتر بلوت اللي هو الرسمة اللي فاتت. فهنعمل جدول كده صغير للاكس والواي. ونجيب نحط قيمة الاكس بزيرو هنا فيطلع الواي 2.35، نحط قيمة للاكس باتنين مثلا ونعوض هنا في الحاسبة يطلع 4.25. بوصل هذه النقاط في السكاتر بلوت اللي فوق وبرسم الرسمة بتاعت خط الانحدار مع السكاتر بلوت اللي احنا كنا رسمينه هنا.
خلينا نلغي المكتوب دوت دلوقتي ونرسم الرسمه بتاعتنا اللي هي اللينير السيمبل لينير ريجريشن. انا عملت الجدول طبعا اهوت. خد لي النقاط 0 مع 2 35 من 100، 0 مع 2 35 من 100 يعني هنا مثلا، و 2 مع 4.25 من 100. الحقيقه هنا المفروض اوصل، المفروض هنا اوصل الايه الخط. خلينا كده نشوف كده، يعني تقريبا برسم الخط دوت بهذا الشكل، يبقى ده هو خط الانحدار. كملوا بقى لغايه فوق هنا بحيث يكون ايه يوصل جميع النقاط مع بعض، هتلاقي النقاط كلها حوالين هذا الخط. تمام كده، يبقى ده الفقره الاولى والثانيه والثالثه. بعد كده بيقول لي if x has the value 15 what is the estimated value of y؟ قالوا دي سهله، احنا عندنا معادله خط الانحدار اللي هي كانت نفتكرها مع بعض، اللي هي كانت y estimate يساوي a زائدا b في x. طب بيقول لي لو كانت اكس ب 15 خلاص، يبقى اذا الواي الاستيميت بيساوي 2.35 زائد 95 من 100 في اكس اللي هو مديها لي ب 15، واحسب الناتج بالاله الحاسبه مفيش مشكله. What is the value of total sum of squared variation؟ التوتال سم له قانون الحقيقه، هنشوفه حالا دلوقتي. وبعدين بعد كده سكويرد ريجريشن ايرور اللي هو اس اس ار. تعالوا نجيب القانون نشوفه، احنا ما اتكلمناش عليه خالص، نتكلم عليه هنا حالا اهوت. تحت الكوفيشنت اللي هو الار سكوير بيقول لي الكوفيشنت اوف ديتيرمينيشن كان اولسو بي اوبتيند باي سكويرنج ذا بيرسون كورليشن كوفيشنت، بانك تربع البيرسون يعني، او تجيبه بالطريقه دي ار سكوير يساوي اس اس ار على اس اس توتال، وهو نفسه واحد ناقص اس اس ايرور على اس اس توتال. اس اس ار هو السم سكوير ريجريشن، نشوفه حالا دلوقتي القانون بتاعه. والاس اس توتال هو التوتال سم سكوير. توتال سم سكوير اللي هو اس اس توتال بيساوي مين؟ سيجما من اي يساوي 1 الى ان واي اي ناقص واي بار الكل تربيع. ده اللي هو الايه الاس اس توتال. طيب والسم اوف سكوير ريجريشن اس اس ار بيساوي سيجما واي بار ناقص واي استيميت اي الكل سكوير. طيب والسم سكوير ايرور اللي هو اس اس اي بيساوي سيجما واي اي ناقص واي اي استيميت اول سكوير. اذا خلي بالك هنا واي بار، لكن هنا واي بس، يبقى هنا واي ناقص واي بار الكل سكوير، وهنا واي بار ناقص واي استيميت الكل سكوير، وهنا واي ناقص واي استيميت الكل سكوير. ده بنسميه اس اس توتال اللي هو سام سكوير توتال، وده سام سكوير ريجريشن، وده سام سكوير ايرور. ولاحظ ان السام سكوير ريجريشن زائد السام سكوير ايرور هو بيساوي السام سكوير توتال، وبناء عليه الار سكوير بيساوي سام سكوير ايرور سام سكوير ريجريشن على سام سكوير توتال، او بيساوي 1 ناقص سام سكوير ايرور على سام سكوير توتال. طيب ايه المطلوب بقى في السؤال؟ نرجع للسؤال فاريشن. توتال سام سكوير فاريشن اللي هو اس اس توتال، اس اس توتال وده بيساوي سيجما واي اي ناقص واي بار الكل تربيع، وده بيساوي معطى 339. If the sum square regression error SSR equal to الرقم دوت، then calculate the value of coefficient of determination. طبعا coefficient of determination اللي هو R square، و R square بيساوي
SSR مقسوما على SS total، فتقسم SSR اللي هو مديهولك في المعطى 306.709 على 339. يطلع لك الرقم، الرقم اللي هيطلع بيساوي بالتأكيد مربع ال 95%، بالتأكيد هيساوي مربع ال 95%. بكده يكون ده انتهى السؤال الأخير اللي هو بتاع ريجريشن. فعلا ده اند اوف اكزام. نراكم على خير ان شاء الله، وارجو ان تكونوا قد استفدتم من هذه السلسله من المحاضرات، وارجو تشجيع القناه وبالاشتراك فيها ونشر القناه، ولا نبتغي الاجر والثواب الا من الله سبحانه وتعالى. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.